أفضل بوت لشحن حسابك على منصة الباينانس بعملة اليو اس دي تي بشكل مجاني، بوت اكس امباير اير دروب. يمكنك الربح منها عن طريق تعدين عملة اكس ثم تحويلها الى اليو اس دي تي والسحب بشكل مباشر. طبعا البوت مازال الى حد هذه اللحظة يدفع وهو صادق، يمكنك العمل عليه بشكل مجاني، لكن سيأخذ منك الكثير من الوقت لكي تسحب أرباحك، أو يمكنك الإيداع والاستثمار والعمل بشكل مدفوع. طبعا أنت حر في الاختيار. البوت الآن مازال يدفع، لا ندري في المستقبل. طبعا هذا إثبات السحب الثالث أو الرابع من بوت إكس إمباير إير دروب. طبعا سنريكم في البداية إثبات السحب والمبلغ الذي وصلني على منصة الباينانس، كذلك سنشرح لكم البوت بعد ذلك. إذا ما زلت جديد ولم تستخدم هذا البوت سأشرح لك كيفية استخدامه بشكل مفصل. المهم سأترك لكم رابط التسجيل في البوت في صندوق الوصف، كذلك رابط التسجيل في منصة الباينانس مع الحصول على هدية التسجيل، كذلك رابط الانضمام إلى قناتنا على التليجرام. نقوم بشكل يومي بمشاركة البوتات الصادقة التي يمكنك من خلالها ربح عملة اليو اس دي تي وشحن حسابك على منصة الباينانس بشكل مجاني. طبعا أولا سنقوم بالسحب، سندخل إلى بوتكس امباير اير دروب، ثم سندخل إلى خانة أنا، سنضغط على ينسحب، ثم هنا نختار الشبكة باينانس سمارت تشين. طبعا في المبلغ سنقوم بسحب المبلغ كامل أكثر من 10 دولار. في عنوان السحب سندخل إلى باينانس، نضغط على ديبوزيت أو إيداع، ثم ديبوزيت كريبتو. بعد ذلك في سيرش كوان نختار عملة اليو اس دي تي. في النتورك طبعا نختار نفسها وهي البي ام بي سمارت تشين، سيعطينا عنوان الإيداع، نقوم بنسخه ونعود إلى البوت. طبعا نضع عنوان الإيداع في عنوان السحب هنا. المبلغ قلنا سنقوم بسحب المبلغ كامل. كلمة مرور الأمان هذه تضيفها أول مرة وهي خاصة بسحب الأرباح، تضعها في هذا المكان، ثم سنضغط عليه يتأكد لطلب السحب. كما تلاحظون هنا نجاح الانسحاب. طبعا سننتظر حتى اتمام المعاملة من خلال الشبكة. المميز في هذا البوت انه يدفع مباشرة. دخلنا الى السجلات المالية، حفظت الوساطة، كما تلاحظون هنا خصم السحب يعني قام بالدفع، وسننتظر حتى يصلنا المبلغ الى حسابنا على منصة الباينانس. كما تلاحظون هنا وصلنا المبلغ، هناك طبعا اقتطاعات الشبكة، وهذا ايميل طبعا بالمبلغ قد وصلني على منصة الباينانس، تقريبا 10 دولار طبعا مع اقتطاعات الشبكة التي هي قليلة. اذا دخلنا الى باينانس طبعا سندخل الى المحفظة الخاصة بنا، وهذا الرصيد الخاص بنا بعملة اليو اس دي تي تقريبا جميعه سحبناه من موقع اكس امباير اير دروب. المهم طبعا سأترك لك رابط البوت في صندوق الوصف، وعند الدخول هنا تظهر لك هذه الواجهة، تضغط على أنا أعرف، ثم هنا يمكنك طبعا الدخول إلى الرسائل. هنا البوت يقوم بالتعديل، أنت دائما تدخل وتقوم بالمطالبة بعملات إكس أو النقاط التي يمكنك بعد ذلك تحويلها إلى عملة اليو اس دي تي. كيف تجمع عملات إكس؟ بكل بساطة الطريقة الأولى كما قلنا هي التعدين، كل 24 ساعة تقوم بالمطالبة. كذلك تجد هنا مركز المهام، يمكنك دعوة أصدقائك والدخول يوميا والمطالبة بمكافآت. كذلك يمكنك متابعة قناتهم على التليجرام، وكذلك يمكنك الدخول بشكل يومي والحصول على 100 إكس أو 100 نقطة. كذلك هذه تدوير عجلة الحظ، يمكنك القيام بها في المرة الأولى أو عند الإيداع في البوت. هذا بالنسبة للطريقة المجانية. طبعا هنا بالنسبة للطريقة المجانية البوت يقوم بالتعديل، لكن طبعا لن تحصل على أرباح جيدة، وسيأخذ منك الكثير من الوقت لكي تجمع كمية من عملة إكس، وهنا الليفل طبعا الخاص بك سيكون صفر. كيف تقوم بزيادة أرباحك؟ عليك الإيداع أو الاستثمار في البوت. طبعا أنت حر، يمكنك العمل بشكل مجاني أو يمكنك الاستثمار. البوت الآن يدفع، لا ندري في المستقبل، يعني هذا القرار خاص بك. المهم لزيادة أرباحك والاستثمار تضغط هنا على يرقي، هنا تجد أدوات التعدين يمكنك شراؤها، مثلا هذه الأداة ب15 USDT ويمكنك شراؤها طبعا لمدة 30 يوم. كذلك توجد أدوات أخرى طبعا تعطيك أرباح كبيرة وأرباح جيدة يمكنك شراؤها والاستثمار في البوت. مثلا لنفترض أنك تريد شراء هذه الأداة، تضغط على اشتري الآن، ثم تضغط على اشتري الآن. طبعا هنا تحدد الكمية إذا أردت الشراء واحدة أو اثنين أو أكثر. طبعا هنا الرصيد غير كافي، تضغط على يتأكد. يمكنك اختيار وسيلة الإيداع، مثلا عملة ترون أو بي ام بي أو يو اس دي تي باينانس سمارت تشين أو يو اس دي تي تي ار سي 20. مثلا نختار الطريقة الأولى، يعطيك عنوان
تقوم بنسخه وتقوم بالإيداع من خلاله في البوت. بعد ذلك يمكنك شراء أي أداة تريده. إذا قمت بترقية التعدين ستحصل على أرباح جيدة وممتازة للغاية، لكن لا ندري كما ذكرت في المستقبل متى يتم إيقاف هذا البوت. هنا يرقي كذلك يمكنك ترقية الليفل الخاص بك من خلال نقاط إكس التي تجمعه. كما تلاحظون مثلا يمكنك الترقية إلى ليفل واحد من خلال هذه الكمية بعملة إكس، فقط تضغط على قم بالترقية الآن وتضغط على يرقي. طبعا إذا قمت بالإيداع والاستثمار ستزيد سرعة التعدين، وبالتالي ستزداد الأرباح اليومية التي تحصل عليها كل 24 ساعة. فقد تدخل هنا وتضغط على المطالبة كل 24 ساعة. كذلك طبعا يمكنك زيادة أرباحك من برنامج الإحالة، وهنا كذلك يحصل أفضل المستخدمون على أرباح إضافية كل أسبوع عبارة عن إير دروب يقومون بتوزيع كميات بعملة إكس. أنا إذا أردت طبعا سحب أرباح، هنا تجد النقاط التي لديك بعملة إكس، تضغط هنا وتقوم بتحويلها إلى عملة USDT. بعد ذلك طبعا تقوم بالسحب بالضغط على ينسحب. كذلك يمكنك إعادة شحن حسابك من هنا. كذلك يمكنك تغيير كلمة مرور الأمان لسحب الأرباح، ومن هنا يمكنك التعديل على إعدادات حسابك كما تريد أنت.